هو في صوم الميلاد ممكن تاكل سمك في اي يوم ما عدا الاربع والجمعه، فلو اتصادف ان اخر العام لم يكن اربع ولا جمعه يبقى جد طبيعي. وسبب التصريح به مع ان فيه روح نوع من التسهيل، لان الصيامات اكثر من نص السنه صيام، فنوع من التسهيل صرحوا في بعض الصيامات باكل السمك ما عدا الاربعين المقدسه واسبوع الالام وطبعا الصوم الكبير كله والاربع والجمعه والبرمون وصيام يونان